لمعلومات أكثر ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا في إدلب مسلم السيد عيسى. مسلم مرحبا بك في نشرتنا، تفاصيل أكثر عن جديد كورونا في الشمال الغربي لسوريا. نعم. مع مساء الخير همام ولك وللسادة المشاهدين. فعلا هي اكتشاف حالة جديدة لفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري، كانت في بلدة تختناز التابعة إلى محافظة إدلب، ليرتفع العدد إلى 41 إصابة في عموم مناطق الشمال السوري شمال غرب سوريا، بالإضافة إلى تسجيل 3790 تحليل تقريبا كانت نتائجهم سالبة ما عدا 41 إصابة، بالإضافة إلى تسجيل 27 حالة شفاء من هذه الإصابات. طبعا الإصابات توزعت في عموم مناطق الشمال السوري وفي كل القرى والبلدات أو المدن الرئيسية في الشمال السوري، نتحدث عن مدينة إدلب، تفتناز، بلدة أطمة، والدانة، بالإضافة إلى بلدة عزاز ودارة عزي وكثير من مناطق الشمال السوري. طبعا هذه الإصابات يعني تنتشر بشكل تدريجي، لكن وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ والحكومة المؤقتة قالت أن فعلا الفيروس بدأ بالانتشار بالمجتمع، الانتشار في المرحلة الرابعة، وهو ما قد يؤثر خلال الأيام القليلة القادمة على انتشاره بشكل كبير. يعني إصابة بلدة تفتناز الأولى قبل يومين، أكد لي مختبر إدلب الدكتور مدير المختبر الدكتور شهم أنهم لم يعرفوا من أين جاءت العدوى، وبالتالي فعلا الفيروس انتشر بشكل مجتمعي وبدأت العناقيد تنتشر بشكل عرضي كما يقول الكوادر الطبية. على الشق الآخر، فإن التجهيزات الطبية والكوادر الطبية حتى اللحظة لا تزال فعلا ضعيفة مقارنة بهذا الانتشار الكبير والذي دخل كما ذكرت المرحلة الرابعة. يعني لو تحدثنا بلغة الأرقام، حتى الآن لا تزال المستشفيات التي جهزت لمواجهة فيروس كورونا هي على حالها منذ بدء أزمة كورونا ودخولها إلى الشمال السوري وانتشارها عالميا منذ 5 أشهر وحتى الآن. مسلم، بالعودة إلى التصريحات التي تتحدث عن دخول فيروس كورونا إلى مرحلته الرابعة في الشمال الغربي لسوريا وبدأه الانتشار في المجتمع، هل هناك أي خطوات جدية بدأت باتخاذها المجالس المحلية أو المعنيين حول الموضوع تشير إلى تصدي جدي أو تعامل جدي مع هذه المرحلة الجديدة لانتشار كورونا؟ الواقع همام فعلا حتى هذه اللحظة لا توجد أي إجراءات حقيقية جدية أكثر ما بعد دخول المرحلة الرابعة لانتشار الفيروس مجتمعيا. كما ذكرت لغة الأرقام تتحدث وهي الأصل في كل ذلك، يعني نتحدث عن 3 مستشفيات فقط جهزت قبل 5 أشهر وإلى الآن لا تزال وحيدة في مواجهة هذا الفيروس، كلها مجهزة فقط ب 125 سرير مجهز بمنفسة هو مخصص للعناية المشددة، وما تبقى هي عناية متوسطة، هي فقط أسرة عزل خاصة توجد تقريبا في شمال السوري 150 إلى 160 سرير عزل وهو غير مجهز بأي شيء طبيا. على سبيل الذكر أيضا هناك تم تجهيز يعني مستشفيات أو مرافق عزل خاصة فقط، لكن لم تدخل أي منافس وأسرة عناية مشددة خاصة إلى الشمال السوري. نتحدث عن مستشفيات الشمال السوري التي أصلا هي منهكة متهالكة نتيجة حملات القصف الجوي والمدفعي مطلع العام الحالي، وبالتالي لن تستطيع التعامل مع هذا الفيروس. يعني الكوادر الطبية قالت أنه قدر الله أن يكون السلالة التي دخلت من فيروس كورونا إلى الشمال السوري ضعيفة حتى الآن ولم تحتج أي حالة إلى عناية مشددة، لكن ذلك لا يمنع أبدا من التجهيزات. يعني منحة الصحة العالمية WHO بمرحلتها الأولى صرفت 13 مليون دولار إلى المنظمات الطبية العاملة في الشمال السوري، لكن حتى اللحظة لم تشاهد يعني إجراءات حقيقية وفعلية بحجم هذه المنحة على الأرض. كل ما نشاهده هو يعني حملات التوعية والإجراءات الوقائية وعبارة عن سيارات تجوب لتوعية الأهالي، لكن كما ذكرت ما بعد صرف المنحة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، المنظمات المحلية هنا والطبية العاملة في الشمال السوري يقول الأهالي أنهم مطالبون فعلا بإجراءات أكثر جدية. المخيمات، نعم، قبل قليل كنت بزيارة للمخيمات، يعني تعاني فعلا أوضاع إنسانية قاسية جدا. نعم. في حال بالحديث عن المخيمات أود أن أشكرك جزيل الشكر مسلم السيد عيسى، لأني سأبقى معك في جولة أجريتها داخل مخيمات الشمال السوري حيث يعيش السكان هناك تخوفات ومصاعب كبيرة مع انتشار فيروس كورونا في المجتمع، وسط مناشدات للمنظمات الإنسانية بضرورة إيجاد حلول للتعامل مع كورونا. مسلم السيد عيسى والتفاصيل. صعوبة.
صعوبات ومخاوف كثيرة تواجه سكان المخيمات بعد الانتشار الواسع ودخول فيروس كورونا مرحلة الانتشار المجتمعي في عموم مناطق الشمال السوري. هذا واحد من أكثر من 1500 مخيم كما تشاهدون، ليس هناك أي فواصل أو مساحات للتباعد الاجتماعي أو حتى لأي ظروف إنسانية صحية يعيشها هنا سكان المخيمات، بالإضافة إلى المخاوف الحقيقية التي بدأت تنتشر هنا في المخيمات بعد وصول الفيروس إلى عموم مناطق ومدن الشمال السوري. حتى اللحظة سجل مختبر إدلب أكثر من 41 إصابة بفيروس كورونا في عموم المناطق، الأمر الذي بدأ ينذر بكارثة إنسانية كما تشاهدون هنا. ليس هناك أي أماكن للتباعد أو مساحات للتباعد الاجتماعي، الخيام متلاصقة والمساحات بين الخيام قريبة جدا، لا تسمح لأي أحد من سكان المخيمات بالتباعد المجتمعي، بالإضافة إلى الظروف الإنسانية القاسية. هناك كما تشاهدون يعني إحدى المصارف المائية تجري بين الخيام، وبالتالي البيئة الصحية هنا منعدمة تماما، ولا تملك هذه الخيام أي ظروف صحية إنسانية تسهل عليهم التعامل مع هذا الفيروس. كورونا احنا ما بنجي يمها بطول، مرض بيد أهل خلق ونجاش بيدنا عليه، ما بيجي إن شاء الله، بإذن الله ما بيجي. من الصعوبة جدا أنه في حال انتشر المرض لا سمح الله ضمن المخيمات أنه يصير تباعد اجتماعي وعزل مجتمعي، الخيمة لا يمكن أن يكون فيها عزل. بالنسبة لأمور المياه والصرف الصحي هي كلياتها أمور مشتركة بين المخيمات، يعني ما في لكل خيمة تواليت أو مكان للغسل، إنما كل شيء هذا مشترك، ورح يصير تقارب موت تباعد اجتماعي بالمخيمات. يعني تعيش هذه المخيمات حالة إنسانية قاسية فعلا، ولا يوجد أي مساحات خاصة بالتباعد الاجتماعي، وأيضا الظروف الإنسانية والصحية القاسية فعلا على سكان هذه المخيمات. هذا واحد كما ذكرت من أكثر من 1500 مخيم تنتشر في عموم مناطق الشمال السوري، تعاني من صعوبات كبيرة في الحياة الطبيعية، ومع دخول فيروس كورونا بدأت المخاوف الحقيقية لسكان هذه المخيمات بما ستحمله الأيام والساعات ربما القليلة القادمة لعموم سكان المخيمات. نحن الآن في منتصف الظهيرة، درجات الحرارة هنا مرتفعة جدا، لا يمكن لأي أحد أن يكون خارج هذه الخيام التي أصلا هي يعني تنشر الحرارة بشكل كبير داخلها. بيئة المخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة الطبيعية. الجدير بالذكر أيضا أن نسبة كبيرة تصل إلى 90% من سكان هذه الخيام المتهالكة والمتعبة يعملون بالمياومة وأجرة العمال اليومية، وبالتالي لن يستطيعوا يعني تحمل ظروف الحظر المجتمعي والحجر والتباعد داخل هذه الخيام إذا دخل فيروس كورونا إلى مخيمات الشمال السوري، لأنهم إن لم يستطيعوا العمل في أي يوم لن يكونوا قادرين على إطعام عوائلهم وأطفالهم داخل هذه الخيام. لتلفزيون سوريا مسلم السيد عيسى من أحد مخيمات ريف إدلب الشمالي.